مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بيكم النهارده في حلقه جديده ومهمه جدا من حلقات برنامجنا ابن مصر. الحلقه دي هنتكلم عن شخصيه للاسف رحلت عن عالمنا، الدكتور محمد مشالي. الدكتور محمد مشالي كان في يعني درس زمان في ابتدائي، بجد والله كان في درس زمان في ابتدائي كان العنوان بتاعه كن ذا اثر. كن ذا اثر، الجملة على قد ما هي تبان بسيطة بس هي تحمل من العمق الكثير. يا ريت كلنا يعني نكون أصحاب أثر. إحنا في الدنيا دي مش هنقعد كتير، إحنا في الدنيا دي فترة مؤقتة وهنروح مكان تاني إن شاء الله، الجنة بإذن الله يعني. فإنك أنت تكون ذا أثر، إنك أنت يعني حياتك دي أصلا تبقى يعني تطوع لله سبحانه وتعالى او للفقراء او للمساكين، ده شيء جميل جدا. وعايز اقول كمان الشخص اللي انا هتكلم عنه النهارده الدكتور محمد مشالي، ربنا يرحمه يا رب، شخص يعني في حته كده وفي حاجه هقولها اللي هو صعب تلاقي شخصيه يجتمع او يتفق عليها كل الناس، بس انا بتحدى اي حد بيتفرج عليه دلوقتي، وهيكون طبعا في ارقام تواصل لحضراتكم، يكلمني ويقول لي انا مش متفق، او دكتور محمد مشالي الله يرحمه لا يعني مش معاه خالص، او مش بأيد دكتور محمد مشالي، او لا اتفق معه. مستحيل تلاقي حد كده. دكتور محمد مشالي يا جماعه بعد يعني خبر وفاته على السوشيال ميديا حصل رجه كبيره، يعني اللي هم بس الناس مش مصدقه يا جماعه. دكتور محمد مشالي اكتر ناس زعلت عليه او حزنت عليه الناس الفقراء، الناس المساكين. ليه؟ عشان اللي هو خلاص احنا لقينا حد شبهنا، حد زينا، حد اللي هو مش لازم انا يكون معايا 500 جنيه ولا 1000 جنيه عشان اروح اكشف. انا لو مش معايا 5 جنيه هروح اكشف، لو معايا خلاص اوكي، معاك يبقى تكشف ب 5 جنيه ب 10 جنيه ده اقصاها، مش معاك خلاص اوكي اتفضل تكشف وتحليل كمان في نفس العياده. يعني يا جماعه يعني بجد ربنا يرحمه، يعني رحيله احسننا جميعا، يعني الشعب المصري كله، ومش الشعب المصري بس، ده الوطن العربي معظم صفحات على السوشيال ميديا كلها يعني حزينه بسبب رحيل دكتور محمد مشالي. شخصيه يا جماعه عظيمه، ربنا يرحمه يا رب، ويا ريت كل اللي بيسمعني يدعي له بالرحمه يا رب، يا رب يعني يجزيه كل خير عن كل فعل خير عمله مع الفقراء والمساكين. يا ريت كل الاطباء اللي بتتفرج عليا دلوقتي تاخد دكتور محمد مشالي. هو هتبقى صعبه شويه، يعني هي هتبقى صعبه شويه ان احنا نقول له حضرتك معلش خلي الكشف عندك ب 5 جنيه و 10 جنيه، معلش خلي ب 10 جنيه، هتبقى صعبه عليه يعني، عشان احنا 2020 زي ما انتم عارفين طبعا تكاليف العيادات وغيرها فصعب. فبس احنا عايزين ايه؟ يا ريت ال حتى العياده بتاع الدكتور محمد مشالي الله يرحمه المفروض ما تتقفلش، يا ريت حتى من كل الاطباء اللي في طنطا في الغربيه في اي محافظه يتبرعوا بايه بقى، حتى يوم واحد لحضراتكم في يوم واحد لحضراتكم في العياده، بحيث انه العياده تفضل شغاله، بحيث انه الفقراء دول هم اكيد معظمهم دلوقتي حزين، اللي هو خلاص انا كنت ادفع 10 جنيه واكشف دلوقتي عايز لي 500 جنيه اقل حاجه عشان اروح اكشف. فياريت يا جماعة ياريت يعني الأطباء ياريت حتى اللي هو روح ساعتين العيادة دي وخلي العيادة دي شغالة، أرجوكم. رجاء شخصي من فريد الهواري، رجاء شخصي من برنامج ابن مصر. ومعنا طبعا حماك يا دكتور. طيب معنا مداخلة هاتفية، نجل الطبيب الراحل دكتور محمد مشالي. ألو. أيوة أنت مش مهندس حضرتك معايا؟ أستاذ وليد. أيوة حضرتك وليد، أهلا وسهلا حضرتك. أهلا، بقاء الله يا فندم. حياتك البقى متشكر جدا بجد والله العظيم، يعني فراق الدكتور احزن مش حضراتكم بس، المصريين كلهم. ربنا يخليك، انا متشكر والله، ما تعزش على حلاوه. طيب ربنا يخليك، حياتك البقى. مش مهندس، احنا كلنا عارفين دكتور محمد الطبيب. طب احنا عايزينك توضح لنا او تعرفنا دكتور محمد الاب. والله هو كان راجل طيب جدا ورباني انا واخواتي يعني على ان احنا نبقى يعني مش يعني قانعين على القناعه يعني، وعلى الحس بالفقراء يعني، ان احنا نحس بالناس الغلابه يعني.
ربنا و يرحمه، ربنا ربنا يرحمه يا رب. يرحمه ربنا يرحمه. كان تعامله معاكم ازاي في ال... والله هو كان حنين جدا يعني، و يعني كان راجل حنين جدا يعني، ويعني هو كان كل اهتمامه ان احنا نطلع يعني برضه حاسين بالفقرا وبالغلابه عشان نقدر ان احنا نكمل رسالته، لان هو كان شايف ان يعني ما فيش يعني دنيا من غير ما يبقى الناس قلبها على بعض، فاهمني؟ أكيد فهو كان بيعمل كده فعلا، وهو كان استاذ وكده، هو كان بيحس جدا بالفقرا يعني. وانا صغير خالص حتى كنت بكلمه في ان قيمه الكشف بتاعه، طبعا هي كمان يعني هو والدي توفى من 3 أو 4 أيام وقيمة الكشف 10 جنيه 10 جنيه يعني. زمان كانت بقى 75 قرش، كانت ربع جنيه وبعدين بقت 3 جنيه ربع جنيه. وبعدين بقت 5 جنيه، يعني هي تدرجت لحد ما وصلت ل 10 جنيه. يعني هي 10 جنيه دي بقى لها 5 سنين، قبليها كانت 7 جنيه، فاهمني؟ قبليها كانت 5 جنيه، فاهمني؟ فلما كنت بتكلم معاه وانا صغير في ان قيمة الكشف دي قليلة بالنسبة لامكانياتك، يعني دكتور كبير ومدير مستشفى الامراض المتوطنه قبل ما يطلع معاش والدي، طبعا كان هو كان مدير مستشفى وكان بيشتغل في المركز الطبي اللي في شارع سعيد في طنطا، وكان ما شاء الله دكتور كبير وليه وضع كويس جدا جدا يعني. فهو كان بيقول لي هي الناس دي، والله يا ابني انت لو شفتها، الناس دي انت لو شفتهم وقعدت معاهم وقعدت وسطيهم هتقول انت المفروض ما تاخدش منهم حاجه خالص. وده كان بيحصل فعلا يعني، اللي كان بيبقى غير مقتدر اللي كان بيروح لوالدي ويقول له ان هو معهوش قيمه الكشف كان بيقول له ما تدفعش، دخله يعني بيقول له التمرجي دخله وما يدفعش حاجه، ولو كان معهوش قيمه الدواء كان بيديله الدواء وكان بيعمل له التحليل في الدواء على العياده. حسابه. مش على حسابه هو الدواء. بص حضرتك، هو والدي برضو علشان تبقى عارف كان بيكشف على عدد حالات كبيره في اليوم الواحد، تمام؟ تمام. وبالتالي شركات الادويه كانت بتتنافس ان الدكتور ما شال يكتب الدواء بتاعهم اصلا، فكانوا بيروحوا يدوا له عينات طبيه مجانيه. ما شاء الله. فالعينات دي احنا ما بنستخدمهاش في حاجه، فكان العينات دي كلها، كل العينات اللي كانت بتيجي لوالدي دي كان اي حد دخل بيكشف ومش مقتدر بياخد العلاج اللي هو العينه الطبيه المجانيه دي بياخدها، فاهمني؟ يعني كمان هو كان بيستفيد من العينات اللي بتديها له الشركات للفقراء طبعا برضو. طبعا طبعا بامانه، طبعا طبعا كان بيستفيد منها. واحنا هنعمل بيها ايه؟ ما بس هو الدواء ده مش حاجة يعني، هو حاجة أنت بتجيلك دي عينة طبية مجانية، فهي جاية اقصد عشان يعني تعمل ان بيها هو مش كده. بس الكشف، اللي هو مش بس الكشف اللي هو يعني لا 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 فيز. مش بس الكشف، لا لا لا، وكل العينات الطبية، كل العينات دي كلها كان بياخدها المحتاجين. وفي حاجات كان والدي بيجيبها يعني، في حاجات كان والدي بيجيبها من الصيدلية علشان يوزعها على ناس، بس كتير جدا من الأدوية اللي كانت بتوزع على الناس، العينات الطبية المجانية اللي كانت بتيجي لوالدي علشان يكتب الدواء ده أو يكتب الدواء ده أو يجرب الدواء ده ويشوف تأثيره هل هو كويس ويتكتب فعلا ولا لأ، كل الحاجات دي كانت بتتوزع على، كانت بتوزع على الناس، وكانوا الناس بيجوا يكشفوا اللي مش مقتدر. ويعني حضرتك لو رجعت في فيديوهات لناس كتيرة من بره يعني هنا في طنطا هتلاقي فيديوهات متصورة في الشارع مع ناس هم نفسهم بيقولوا الكلام ده، يعني ده الكلام ده معروف هنا في طنطا. بالظبط. فهو كان بيكشف عليهم اللي مش مقتدر ما كانش بيدفع، بيعمل له التحليل مش مقتدر ما بيدفعش، عايز الدواء مش مقتدر كان بيديله الدواء. كل العينات الطبيه كانت بتوزع على العيانين الغير مقتدرين اللي معهمش ان هم يجيبوا الدواء، كانوا بياخدوا الدواء كده. طيب حضراتكم انتوا يعني كلكم كنتوا في هندسة او مهندسين حاليا، صح كده؟ انا لا انا 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 وليد، انا ابن الدكتور الصغير، ايوه. وانا محاسب في شركة استثمار عقاري، واخواتي الاثنين مهندسين يعني اكبر مني، في واحد اكبر مني بسنة وفي واحد اكبر مني ب5 سنين، ما شاء الله. الاثنين مهندسين وانا الصغير محاسب في شركة استثمار عقاري كبير. تمام. انا اقصد الصغير ده يعني عندي 40 سنة مش صغير يعني. ربنا يحفظ يا رب. ربنا طيب يخليك. حضرتك يعني انا بتكلم في انه معظمكم كان تعليم عالي ويعني ومدارس وفلوس، هل ال يعني حق الكشف 10 جنيه او 5 جنيه كان بيكفي اسره زي دي بص انا والدي معظمهم في الحمد تعليم لله، عالي و... انا والدي الحمد لله، الحمد لله برضو اللي ممكن يبقى مش معروف للناس، والدي في حاجتين. والدي ما شاء الله والده كان مقتدر وعنده ارض حتى لو صغيره، مش بقول ان هي ارض كبيره يعني عنده ارض صغيره، فاهمني؟ بس يعني والدي الحمد لله كان مقتدر، وعنده من المال، كان عنده مدرسه خاصه ومشارك في مدرستين، فعنده من المال اللي يخلينا مستورين الحمد لله طول عمرنا،
والدتي والدها كان في سلاح الطيران، تمام، وبرضو عندهم ارض وكده بس وبلد يا وبتاع، باشمهندس، على فوالدي فكرة ووالدتي باشمهندس، الحمد لله ماديا هم مقتدرين. باشمهندس، ناس كتير بتكون مرتاحة ماديا، مرتاحة قوي كمان، تمام، تمام. بس هو بقى مش والدي بنفس ما طبع ياخدش سكة الدكتور. ان هو كمان يعمل، يعني هو الحمد لله، هي يعني دي هو حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، هو في انا شخصه فاهم هو بيحب قصدك، حاجة زي كده. انا فاهم قصدك، انا بحاول اوضح لك الحتة تمام، كويس فيها، ان اولا هو دخله كان ربنا مبارك فيه طبعا، ده قبل أكيد اي حاجة. الدخل بتاع والدي حتى لو كان مش الكبير قوي، وهو امكانياته كان يقدر يعمل دخل اكبر من كده بكتير، بس الدخل البسيط ده كان ربنا مبارك فيه. ثانيا الفقراء اللي كانوا بيتعالجوا دول دعواتهم كانت مخليانا الحمد لله ربنا كرمنا في حياتنا كلنا، فاهمني؟ ثالثا ودي الاخيره، ان هم اصلا عندهم يعني ارث ايه كويس يخلينا ان احنا نعيش حياتنا والحمد لله مستورين، سواء والدي سواء والدتي، فاهم قصدي؟ الاثنين الحمد لله مقتدرين، فاهمني؟ تمام. يعني مقتدرين من اهلي، يعني من ابهاتهم. فوالدي كان واخد السلك اللي هو بتاع ان احنا الحمد لله المبلغ اللي معانا ده كويس، ما كانش سكته ان هو عايز يعمل فلوس قد ما كان سكته ان هو عايز يعالج الناس، وان الطب ده رساله. وهو والده نفسه قال له كده، يعني هو والد يعني جدي قال لوالدي ان انت لازم تدخل كليه الطب، هو صح، هو كان وهو حابب والدي كان يدخل ميال يمكن قانون او محاماة. للمحاماه والحاجات دي. هو كان ميال لكده فعلا، يعني حتى لما بيبقى في حاجه محاماه هو يحب هو اللي يكتب حتى التقارير هو برضه وكده. الله يرحمه كان هو بيمارس مهنة الطب، كان بيقرأ في القانون، صح كان كده؟ بيقرا، هو كان بيقرا ما شاء الله، الله يرحمه، يعني هو كان بيقرا في كل حاجه. بيحب القراية. هو كان بيقرا في كل حاجه، في جميع جوانب الحياه كان بيقرا فيها، لان هو ما كانش بيبقى عنده وقت فاضي، يعني الوقت الفاضي بالنسبه له ان هو يقرا. طيب باشمهندس وليد، ما فيش اتفضل. مثلا هيئة أو مؤسسة حابة تتبرع للدكتور بأي حاجة، مثلا فلوس أو عيادة مثلا أو أي حاجة؟ في طبعا في برنامج اماراتي اللي هو بتاع غيث ده، وفي كذا حاجه كانوا عايزين يتبرعوا لوالدي، أيوه، بس والدي مش جاي التبرع، هو والدي قال لهم اتبرعوا في المكان اللي انا بتبرع فيه، قال لهم انا بتبرع في ملجأ في شارع سعيد، فانت لو معاك فلوس عايز تتبرع بيها اتبرع بيها المكان ده، لان والدي غير قائم على يعني غير قائم على ان هو يقوم على دي بيبقى ليها هيئات وبيدرسوا الحاله وكده، فاهم قصدي؟ فوالدي ما كانش بيتلقى تبرعات، لا هو كان زيه زينا، هو كان هو اللي بيتبرع، يعني هو كان هو اللي بيتبرع، فاهمني؟ فما كانش بيتلقى تبرعات، لا هو كان بيتبرع زيه زي الناس عادي للجهات دي، لان في جهات منوطه بالكلام ده، الجهات يعني هو المنوطه دي رفض التبرعات. طبعا رفض. وده على الهوا هتلاقيه في البرنامج بتاع غيث عرض عليه فعلا، يعني هتلاقي فيه بيديله ورقه وبتاع، وكان مكتوب فيها وكان هيديله 1,000,000 جنيه ليه هو شخصيا، مليون جنيه وهيديله ليه هو شخصيا ورفض؟ ايوه ورفضهم. طيب معلش، يعني حضرتكم ما يعني ما حبيتوش مثلا تتكلموا معاه؟ طب ممكن ما ترفضش يا بابا او حاجة زي كده، ولا لا اللي هو قرار دكتور من نفسه؟ لا 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 والدي، لا والدي هو كان مخلينا احنا مقتنعين باللي هو بيعمله تماما، يعني احنا واحنا صغيرين يمكن فكرنا مره او مرتين ان احنا نقول له الكلام اللي انا عايز كويس، اقول نقول ده اللي لحضرتك هو بتاع انه اي يعني انت كشفك في قليل العادة، انا والمفروض عايز يبقى اقول لحضرتك كشفك اكتر وكده، وهو اقنعنا كلنا ان اللي هو بيعمله ده هو ده الطريق المظبوط، يعني هي في الاخر رحله وليها نهايه، فاهمني؟ فانتوا وفي اصلا نهايه الرحله مقتنعين باللي بي بتعرف ان انت الفايز ومين الفايز. هو كان في حاجه معينه في دماغه، والحمد لله ربنا كرمه وربنا نولها له الحمد لله. طيب كان في يعني من الالفاظ اللي كان بيقولها او الكلمات اللي بتكررها كتير على لسان الدكتور الله يرحمه، القليل بيكفي او القليل يكفي، تمام. الحمد لله فانت طبعا وضح لنا طبعا، بقى ازاي القليل بيكفي. والله القليل بيكفي، لان انت لما اخد منك فانتوا حاجه برضاك اكتر ناس اكيد وبقناعتك هو وتبقى انت ماشي منها علمكم مبسوط. النظرية دي او النصيحة دي، فانت ما اكتر هو حد هتفيدني يعني. بص حضرتك، لما هو ياخد من الراجل الغير مقتدر او الفقير ده رقم قليل 10 جنيه وبتاع، ويبقى الراجل ده ماشي مبسوط، فدي حاجه تخليك وتبقى انت فعلا وصلت الهدف ان انت عالجت الراجل ده، والراجل ده ربنا جعلك سبب في شفاه، يعني ربنا جعلك انت سبب ان الراجل ده يشفى، أصله في فاهمني؟ العادة هو الكتير اللي بيكفي، تمام. والله لا، يا دي حسبات دنيويه، مش كل الناس بتبقى فاهمها صح، يعني مش كل الناس بتفهم الحسبات الدنيويه دي صح، فاهمني؟ يعني ممكن يبقى كتير وما يكفيش برضه، في ايه؟ ممكن يبقى كتير وما يكفيش والله،
اه طبعا اكيد. يعني لو انت الهدف بتاعك الكتير للكتير كتير، فهو الكتير ممكن يبقى هو اللي ما بيكفيش، ويبقى القليل هو اللي بيكفي، لان في حاجه اسمها قيمه القيمه، القيمه ايوه اعلى بكتير من ان انت يبقى حاجه ما لهاش قيمه، يعني رقم كبير بس ملوش قيمه. في بركه في الرزق، بالظبط والحمد لله ربنا والدي كان مبارك في رزقه، ومبارك في عياله، ومبارك في زوجته. اكيد طبعا. طيب لما الدولة كرمت الدكتور، تمام، كان احساسكم ايه؟ اكيد طبعا كنا مبسوطين ان والدي على يعني على اخر سنتين او كده ابتدى بس انتوا ما يتعالج حسيتوش منه. انه التكريم جه متأخر شوية؟ لا، مفيش تاخير ولا حاجه. لا ليه تاخير؟ ليه؟ هو كل حاجه بميعادها، وربنا هو اللي بيجعل كل حاجه ان ونعم هي ميعاد بالله. معين، ولازم نرضى بالميعاد ده يعني. فاحنا طبعا راضيين جدا ان ده حصل، ولو ما كانش اتكرم خالص هو راضي باللي هو عمله، واحنا راضيين عن مشواره. فالحمد لله. لا، مفيش، احنا في رضا تام بان هو يحصل، ده التكريم ده يحصل دلوقتي او يحصل كمان شويه او يجي في وقت متاخر. احنا مش بنعتبره جه في وقت متاخر، احنا مبسوطين بالرساله اللي والدي عملها، وكلنا فخورين بيها. أكيد طبعا احنا كلنا كشباب مصري فخور يعني بصراحة بالدكتور، يعني متشكر، ربنا يخليك، ربنا شكرا يرحمه. طيب ليك. يا دكتور، يا باشمهندس معلش ايوه. هستغل حضرتك معايا، يعني هطول عليك معلش. لا، اتفضل. طيب النصيحة كان بيكررها لكم كتير الدكتور، نصيحة ايه؟ معلش مش سامعها. نصيحة كان بيقولها لكم كتير أو بيكررها كتير، الفقراء، خلوا بالكم على الفقراء، خلوا اهم بالك. حاجة خلوا بالكم على الفقراء، ما حدش يجي على حد فقير. اه اهتموا بان انتوا تبقوا متواصلين معاهم، وان يبقى فيه يعني اي خير ربنا يمن علينا بيه، يبقى لازم الفقراء ليهم نصيب. تمام. طيب العيادة حاليا بعد رحيل الدكتور، يعني مفيش أفكار إن هي يعني تفضل شغالة أو والله للأسف، هو احنا للأسف اخواتي الاثنين مهندسين، وانا محاسب، وكل واحد فينا في شغله، في مهندس في شركة بترول، وفي مهندس في شركة استثمار عقاري، ومحاسب في شركة استثمار عقاري. فللأسف بس يعني احنا بنشوف، يمكن لو ربنا كرمنا ولقينا دكتور او دكتورين كويسين عندهم استعداد يشتغلوا ان شاء بنفس الله احنا من اسلوب هنا بنناشد، والدي، بنناشد كل الاطباء يعني اللي بيتفرجوا علينا، يا ريت يعني يا ريت يساعدوا حضرتك ويتواصلوا معاك في حاجه فده زي كده وارد يعني. ده احتمال يعني، لو لقينا دكتور ان شاء يكون الله. كفء او دكتورين يكونوا كفء انا عايز اكد وعندهم لحضرتك استعداد انه يشتغلوا طبعا بنفس القيمة، مش هيشتغلوا علشان يجوا يعملوا فلوس، لا هيشتغلوا علشان يعالجوا الناس، بالظبط وهيبقى الفقراء يمشوا بنفس العائد نهج النقدي الدكتور الله هيبقى يرحمه. متواضع زي والدي، مش بالظبط. هيبقى اكتر. على فكره فاهمني؟ انا بقول انا والدي لحضرتك خبرة 50 هتلاقي سنة كتير، وكان بياخد 10 جنيه، يعني فانا هجيب واحد خبرة هتلاقي 10 سنين وياخد ال 10 جنيه، مش هقول لك ياخد 5 جنيه، ياخد 10 جنيه بس يعني. بس مش هبقى عايز ان انا اجيب حد يعني مثلا، او احنا العيلة او الاسرة مش هتبقى ميالة ان يجي حد، وان ده مش، احنا مش عايزين بيزنس يعني، احنا مش عايزين ان ده يبقى بيزنس، احنا عايزين الناس الفقراء، الحالات اللي كان والدي بيعالجها تلاقي مكان ان تتعالج شاء الله فيه ان بس. شاء الله. طيب عايزين نصيحة من حضرتك، بما انك انت كنت موجود مع الدكتور، نصيحة للشباب او اي حد بيعمل في مهنة معينة ايا كان المهنة بتاعته يعمل ايه؟ والله الحرص ان اي حد بيشتغل في مكان يعني، الناس تبقى قلبها على بعض، والناس اه تحس ببعض. اللي معهوش فلوس، واحد معاه فلوس طب ما يقف جنبه وما ياخدش منه فلوس يعني. الموضوع ده يعني فاهمني، يعني هو انت مش هيجر حاجه لو انت بتكشف، ويبقى كشفك يعني رخيص شويه او متواضع شويه، مش هيجر حاجه، بس الناس هتبقى يعني بتلاقي مكان تتعالج فيه، مكان كويس تتعالج فيه، فاهمني؟ أكيد طبعا. فيعني كان الناس بيدي أمل كلها الله يرحمه، كان يعني بيدي في أمل الظروف، للفقراء والله واحنا بنمر بظروف صعبه ماديه صعبه برضه، جدا لازم الناس كلها تقف جنب بعضها يعني، طبعا أكيد. كل بس واحد في مجاله يعني، في مجال الطب، في مجال الهندسه، في اي مجال، باختلاف الناس المجال بس صح يعني تحاول تقف جنب بعضها اكثر من الوضع اللي احنا فيه ده، لا يقفوا جنب بعض اكثر شويه، إن شاء الله فاهمني؟ إن شاء الناس الله تبقى رحيمه ببعضها يعني كل واحد يبقى رحيم بالتاني، إن كل شاء واحد في الله. مجاله، في اي مجال، مش في مجال الطب بس، في كل المجالات، في مجال بتصلح حاجه، بتعمل حاجه إن شاء يعني، الله. يبقى الناس كلها رحيمه ببعضها. طيب بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس على الإضافة دي، وبقول لحضرتك تاني البقاء لله. طيب معانا مداخلة، يا ريت لو الإعداد لو جاهزة يعرفوني. طيب معايا، طيب معايا الأستاذ هاشم محمد القماش، ده مساعد الدكتور الله يرحمه. ألو ألو، السلام عليكم. أستاذ هاشم.
اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك معايا؟ مع حضرتك يا فندم، اتفضل. طيب حضرتك اكيد انت اشتغلت مع الدكتور قد ايه يعني، او المدة اللي اشتغلت مع أنا والدتي مع الدكتور يعني سنة 79، أنا أعتبر شغال مع الدكتور من 95 كده أو 96، كنت بروح بدل والدي ووالدتي كده مع العيادة. من 95؟ اه تمام. طيب يعني اكيد اتعلمت حاجة من الدكتور، فانت لو هتدينا مثلا حاجة اتعلمتها من الدكتور ممكن تقول لنا ايه؟ اتعلمت منه الرحمة، الدكتور محمد ما كانش في حد رحيم بالناس زيه. الرحمة. الرحمة يعني دي يعني أحسن كلمة تتقال على اللي أنا اتعلمته مثلا الدكتور محمد. كلمة رحمة بتوضح حاجات كتير، رحمة في كل حاجة، رحمة في تعامله، رحمة في حياته، رحمة في كل حاجة. طيب احكي لنا عن أول لقاء كان بينك وبين الدكتور. أول لقاء اه كان يعني أول ازاي؟ ما اشتغلت معاه، اه بالظبط، هو اللي طلبك ولا انت اللي رحت ولا لا كان جت؟ حصل عندنا ظرف كده، كان ليا عم كده توفى الله، كان في حادث، بقى راجع. فكان صعب إن والدي يكون موجود معاه في العيادة، ايوه فكنت صغير كده في يعني يمكن أولى إعدادي أو خمسة ابتدائي. يعتبر انت اتربيت على ايده يعني، نعم يعتبر بقى اتربيت على ايده في المهنة يعني. تمام. انا اعتبر مولود على ايد الدكتور محمد، يعني انا والدتي معاه من قبل ما تتجوز، واعتبر انا مولود على ايده. طب عايز اعرف، عايز المشاهدين ان استاذ محمد اللي هو استاذ محمد قماش اللي كان مساعد الدكتور حاليا منهار، فهو مش قادر يتواصل معانا يعني. تمام، هو مش هيقدر يتكلم. الكلام ده صحيح يا استاذ هاشم؟ تمام، هو طيب استاذ وليد دلوقتي كان ربنا عامل يصبركم يا مداخلة رب، مع ربنا حضرتك، يصبركم. فهو مجرد أول ما شاف الفيديو التسجيلي بتاع الدكتور محمد طيب لحضرتك عرضته في وسمع صوت. الفيديو ده احنا كان الدكتور بيتكلم عن حديث الطفل، عن إيه؟ كان في الفيديو كان في دكتور محمد مشايل كان بيتكلم عن طفل كان اتحرق وبتاع، فهو جري عليه بالبطانية وبتاع، فالطفل ده تمام، ده كان اتوفى في على ايده. أول حياة، ده كان في أول حياة الدكتور محمد لما كان بيشتغل في الوحدات الريفية. كان أول ما بدأ حياته في الشغل كان بدأ شغله في وحدات ريفية، أنت عارف حضرتك كان الموضوع صعب، وأنسولين وكلام من ده كان صعب الموضوع زمان، اه إنما دلوقتي بيتهيألي دلوقتي الموضوع ده متوفر وكده. فده كان في أول حياة الدكتور محمد، يعني اللي أنا ولا والدي مثلا كنا حضرنا الموقف ده. ده كان في أول حياته أول ما اشتغل في الوحدات الريفية، في طيب الوحدات الريفية. بشكر حضرتك جدا جدا يا استاذ هاشم، وربنا يصبركم يا رب. اعزائي المشاهدين، يا ريت كلنا ندعي للدكتور بالرحمه، وبناشد كل الاطباء الشرفاء تمام يتواصلوا يا ريت مع البشمهندس هيثم والبشمهندس وليد ابناء الدكتور، لو في فرصه من حضراتكم انكم تساعدوا باي حاجه، يوم ماديا تروح تشتغل في العيادة، بس يا ريت الأمل ده ما ينتهيش، أمل عيادة الدكتور محمد مشالي للفقراء ما ينتهيش. وبعد الفاصل هنلتقي معاكم مع الفقرة التانية، الفقرة اللي هنتكلم فيها عن موضوع العسل حاجة يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، حاجة طبيعية ملهاش أضرار ملهاش آثار جانبية، فإن شاء الله هتبقى حلقة ممتعة وهتفيد حضراتكم إن شاء الله. يعني يا ريت تتابعونا في الفقرة التانية، فاصل ما تروحوش بعيد.